منتصف ليلة القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية، وأهلا بك رغدة. أهلا بك يا أميمة، أهلا بحضراتكم، والبداية دائما بأبرز العناوين. الإعلان عن بريس نجيما رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون وفرض حظر تجوال في البلاد حتى إشعار آخر. وزراء الدفاع الأوروبيون يبحثوا خططا لدعم أوكرانيا عسكريا بقيمة 20 مليار دولار. وتعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة نابلس بالضفة الغربية. البداية من تطورات الأوضاع في الجابون. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. أعلن المجلس العسكري في الجابون تعيين قائد الحرس الجمهورية بريس نجيما رئيسا للمرحلة الانتقالية. يأتي ذلك عقب بيان أصدره الضباط الذين سيطروا على الحكم بالجابون وأعلنوا خلاله أن رئيس الجابوني علي بونغو قيد الإقامة الجبرية بينما تم اعتقال أحد أبنائه. قال ضباط في بيان بثه تلفزيون رسمي إن الرئيس علي بونغو محاط بأسرته وأطبائه، هذا وتم الإعلان عن حظر التجوال في الجابون حتى إشعار آخر. وفي غضون ذلك دعا رئيس الجابون علي بونغو المواطنين في البلاد وأصدقائه أيضا في مختلف أنحاء العالم للاحتجاج على معتقليه. وخلال تسجيل خاص استنكر الرئيس بونغو قيام ضباط من الجيش بوضعه تحت الإقامة الجبرية بعد الاستيلاء على السلطة في الجابون. يأتي هذا بعدما أعلن ضباط بالجيش الجابوني سيطرتهم على السلطة بعد دقائق من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية. كما أكد أيضا الضباط في بيان مصور بثه تلفزيون الجابون الرسمي إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.
على خطى النيجر المضطرب، ظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني معلنين حل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وذلك عقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات. ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الدولة العضو في أوبك، ولم ترد تقارير فورية عن مكان وجود بونغو الذي قالت عائلته إن مصيره غير معلوم، بعدما شوهد لآخر مرة علناً عندما أدلى بصوته في الانتخابات يوم السبت الماضي. وأحبطت الجابون محاولة استيلاء على السلطة في يناير 2019 بعد أن استولى جنود لفترة وجيزة على محطة الإذاعة الحكومية وبثوا رسالة تقول إن بونغو الذي أصيب بجلطة دماغية قبل أشهر لم يعد لائقاً للمنصب. هذا وتتمتع الجابون الواقعة غرب وسط القارة الأفريقية بقدرات عسكرية محدودة. ووفقا لتصنيف موقع Global Five Power لجيوش العالم، تحتل الجابون المرتبة 31 بعد 100 من بين 145 دولة. وعلى صعيد ردود الأفعال، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش محاولة السيطرة على السلطة بالجابون، وطالب غوتيريش قوات الجيش في الجابون إلى ضمان السلامة الجسدية للرئيس علي بونغو ولأسرته. ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جميع المشاركين في استيلاء على السلطة بالجابون إلى ممارسة ضبط النفس والمشاركة في حوار شامل وهادف لحل الأزمة بالبلاد وضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. Dialogue and ensure that the rule of law and human rights are fully respected. He also calls on the National Army and security forces to guarantee the physical integrity of the هذا وقد أكدت مصر أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة التي تشهدها الجابون، ودعت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة البلاد. كما دعا أيضا المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب مناطق التوتر الأمني واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، معربا عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة شعب الجابون. أكد رئيس نيجيريا بولا تينوبو رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، أكد على أن المجموعة تراقب عن كثب تطورات الوضع بالجابون. وأعرب تينوبو عن قلق الإيكواس العميق إزاء الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالجابون. وقال الرئيس النيجيري إن التوترات تنتشر على ما يبدو عبر مناطق مختلفة من القارة الإفريقية. وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري إن تينوبو يعمل عن كثب مع زعماء أفارقة آخرين بشأن سبل الرد على محاولة الاستيلاء على السلطة بالجابون. We'll be right back.
مشاهدينا للمزيد ينضم إلينا من مدينة نيامي عاصمة نيجر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد سيدي. أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وبعد التحية، يعني ما هو تقييمك للأوضاع الراهنة في الجابون بعد الإعلان عن تعيين قائد الحرس الجمهوري رئيسا للمرحلة الانتقالية؟ أولا أشكرك على حسن الاستضافة. ما حدث في الغابون هو انقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب قبل أيام عبر انتخابات وصفت بغير النزيهة، وبالتالي الرجل علي الرجل الذي يقول تم الانقلاب عليه اليوم أصلا قام بحرق الدستور، لأن الدستور الغابوني لا يتجاوز مدتين رئاسيتين، وبالتالي الشعب الغابوني ضد هذا الرئيس الذي يعني انتهك الدستور، وبالتالي من أجل البقاء كثيرا على سدة الحكم. وهذا الأمر الذي حدث اليوم في الغابون هو انقلاب عسكري، وفي طبيعة الحال أصبح لأفريقيا توجه جديد، وهو يعني توجه جديد بطبيعة الحال، ألا وهو يعني ماذا أريد، هو يعني أن يحترم أي رئيس يتولى السلطة، يعني نعم. القانون. أستاذ محمد، يعني برأيك كيف يمكن للأزمة الجارية في الجابون أن تؤثر على الاستقرار الإقليمي في غرب وسط إفريقيا؟ حسب رأيي هو حدث طبيعي للغاية، هو انقلاب عسكري بطبيعة الحال، وبالتالي نجح الانقلاب، وهناك مدة انتقالية حددها الجيش، وهي لن تتجاوز حسب المعلومات التي بحوزتي لن يتجاوز عامين، من بعدين يقوم بتنظيم انتخابات يعني لرئيس جديد يقود يعني البلاد بطريقة شرعية. إذن هذا الانقلاب بطبيعة الحال حسب الغابونيين جاء في وقته، وبالتالي سيسمح لكل من يريد أن يعبث باستقرار البلاد وبالدستور أن يكون له يعني هذا الأمر سيكون له يعني كرد. أيضا ما هو رأيك في تحركات مصر ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس تجاه هذه الأزمة في الجابون؟ هذا أصلا لن يؤثر شيئا، نحن تابعنا المشهد في النيجر، تحركت الإكواس وغيرها من الدول وفرنسا ضد المجلس العسكري، لكن إلى حد الساعة قضى المجلس العسكري حوالي شهر على سدة الحكم ولم يتغير أي شيء. الإكواس هددت النيجر بتدخل العسكري لكنها إلى حد الساعة لم تتدخل. إذن نفس الشيء في الغابون، هي فقط تصريحات وتهديدات لا أكثر ولا أقل، لم تؤثر أبدا على المحلات التقنية التي عصمها الجيش الغابوني. أخيرا، كيف ترى دور المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة؟ الأمم المتحدة كعادتها هي ستدين بطبيعة الحال الانقلاب، حتى ولو كان الرجل قد يعني انتهك دستور البلاد، وأيضا يعني لم يحترم الدستور، لأنه في الغابون يعني سمح فقط لولايتين رئاسيتين، لكن الرجل تعدى على الدستور وتعدى على قانون البلاد. لكن الأمم المتحدة وغيرها فقط لن تتغير اللهجة، هي تمديدات لا أكثر، لكن لن يؤثر أبدا على المشهد، وبالتالي أفريقيا إن صح التعبير إفريقيا الشعب الإفريقي أصبح واعي، وبالتالي يدافع عن دوله، وبالتالي ضد التراشد الفرنسي الذي ينتهك يعني القوانين هناك ويقوم بنهب ممتلكات البلاد وثرواتها الباطنية. نعم، شكرا جزيلا، كنت معنا من نيامي عاصمة النيجر الكاتب الصحفي أستاذ محمد سيدي، شكرا جزيلا. دخلت منطقتا غرب ووسط أفريقيا منحنى جديد من الصراعات على السلطة
أدت لزيادة المخاوف الدولية من تحول القارة بأكملها إلى بؤرة للصراعات وللعنف. تجيء تلك الصراعات وسط تنامي موجات الإرهاب بالقارة الذي يتزامن مع ارتفاع حدة الصراعات الإقليمية والعرقية، مما يمهد الطريق أمام ارتفاع معدلات الفقر التي تعاني منها القارة. منطقة غربي ووسط أفريقيا على صفيح ساخن، أطراف متنازعة على الحكم وسط تنامي موجات الإرهاب والصراعات المحلية وتصاعد حدة التنافس الدولي. يأتي ما حدث في الجابون من رفض لنتائج الانتخابات والاستيلاء على السلطة ليكون ثامن توتر تشهده هذه المنطقة، حيث أعلنت مجموعة مكونة من 12 ضابطا عبر التلفزيون الرسمي التحفظ على الرئيس علي بونغو، وتشكيل لجنة تدعى المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، كما أعلنوا إغلاق الحدود وإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز فيها بونغو. أحداث الجابون جاءت بعد شهر واحد من قيام المجلس الانتقالي في النيجر بالسيطرة على الحكم بقيادة قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني، بدعوى إنهاء حالة التدهور الأمني وسوء الحوكمة، وهو ذات المبرر الذي دفع القادة العسكريين في بوركينا فاسو في يناير من عام 2022 إلى التحرك للسيطرة على الوضع في البلاد قبل أن تتصاعد هجمات المتشددين، ما نتج عنه قيام القائد العسكري إبراهيم تراوري بتولي السلطة في سبتمبر من عام 2022. وبالمثل أطاح قائد القوات الخاصة مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي في غينيا في سبتمبر من عام 2021، معللا ذلك بانتشار الفساد وتفشي الفقر وتدهور الأمن. وفي مالي وتحديدا في أغسطس من عام 2020 أطاحت مجموعة عسكرية برئاسة عاصم جويتا بالرئيس أبو بكر كيتا رفضا لسياسات مكافحة الإرهاب وتردي الأوضاع الأمنية ومزاعم الفساد، قبل أن يتم الإطاحة بالنظام الانتقالي على يد جويتا نفسه في مايو من عام 2021. الأسباب المعلنة للإطاحة بالحكم في دول وسط وغرب أفريقيا متعلقة بتدهور الأوضاع الأمنية وسوء الإدارات، لكن يبدو أن الأسباب الحقيقية ترجع جذورها إلى الانقسامات العرقية والقبلية وفشل تقاسم السلطة. أما الآن فإلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أفاد مراسلنا بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز أوكراني بالجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم. كما أفاد أيضا مراسلنا بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في منطقة بريانسك الروسية دون وقوع أضرار، وتأتي تلك الهجمات في سياق تكثيف القوات الأوكرانية من هجمتها على منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية. هذا وقد اجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في مدينة توليدو الإسبانية بحضور مفوض الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وشهد الاجتماع مناقشة ملفات تتعلق بالحرب والدفاع، كما تركزت المباحثات حول زيادة الدعم لأوكرانيا، كما ناقش الوزراء مقترحا بإنشاء صندوق دفاع عن أوكرانيا ب 20 مليار يورو على مدار السنوات الأربع القادمة. كما اقترح وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي زيادة عدد المتدربين من الجيش الأوكراني من 25 ألف جندي إلى 40 ألف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية التخطيط لتدريب 10,000 جندي أوكراني على أراضيها بحلول نهاية العام الجاري. ووفقا لتقارير غربية فإن ألمانيا والعديد من الدول تواجه عدة تحديات أمام تدريب الجنود الأوكرانيين، أبرزها نقص المترجمين الفوريين الأكفاء القادرين على ترجمة مصطلحات عسكرية وفنية لازمة لتدريبهم. وقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التقدم النشط الذي تحرزه مفاوضات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو زار مؤخرا كوريا الشمالية لمحاولة إقناعها بيع ذخيرة مدفعية لموسكو. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجون كيربي اليوم بالبيت الأبيض. حذرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد من أن المفاوضات التي تجريها روسيا مع كوريا الشمالية بشأن صفقات محتملة للحصول على كميات كبيرة وأنواع متعددة من الذخائر لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وقد أكدت أن هذه المفاوضات تشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرارات التي صوتت لها روسيا. أي صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية ستشكل انتهاكا خطيرا للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع. هذه القرارات تمنع جميع الدول الأعضاء بما في ذلك روسيا من شراء أي أسلحة. هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها روسيا خطوات لانتهاك قرارات مجلس الأمن ومواصلة حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا. الولايات المتحدة وشركاؤها سيواصلون العمل لتقويض المحاولات الروسية للحصول على معدات عسكرية من كوريا الشمالية أو أي دولة مستعدة لدعم حرب روسيا في أوكرانيا. وفيما له صلة قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعمل مع رومانيا لمضاعفة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر طريق الدانوب. بينما أوضحت موسكو أنها ستناقش مع أنقرة مقترحا بديلا لاتفاق الحبوب حين يجتمعان هذا الأسبوع. أضافت الخارجية الروسية أن موسكو سترسل بموجب المقترح 1,000,000 طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض لمعالجتها وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجا، مؤكدة أن هذا المشروع هو البديل العملي الأمثل لاتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه في يوليو الماضي. أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تعرض بعض المدارس بأوكرانيا لاستهداف مباشر أدى لإغلاقها. كما أعلنت أيضا يونيسف أن أكثر من 1,300 مدرسة قد دمرت بالكامل في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير من عام 2022. يطلبون العلم ولو تحت الأرض، هكذا هو حال أطفال المدارس في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، خطوة اضطرت لها المؤسسات التعليمية لحمايتهم من تهديد الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت والتي تطلقها موسكو من مسافة قصيرة. أنا أؤيد أن الأطفال سوف يدرسون في مترو الأنفاق، إنهم يفتقرون إلى التنشئة الاجتماعية. سيكون الأطفال قادرين على الاختلاط مع بعضهم البعض وإيجاد لغة مشتركة والتواصل. الدروس مرتين في الأسبوع، 3 ساعات في كل مرة، إنه ليس كل يوم. أنا أؤيد هذا تماما. تم بناء العشرات من الفصول الدراسية في محطات المترو للسماح لبعض التلاميذ باستئناف دراستهم، وهي خطوة يتخوف منها بعض أولياء الأمور الذين استجابوا لمدارس خاركيف التي اضطرت إلى التدريس عبر الإنترنت طوال فترة الحرب، لأن بعض الصواريخ الروسية يمكن أن تصل إلى المدينة في أقل من دقيقة، وهو وقت غير كافٍ للانتقال من العديد من الفصول الدراسية إلى الملجأ. سلامة الأطفال في المقام الأول. سيحضر أطفالي دروساً عبر الإنترنت، على الرغم من أن مدرستنا عرضت حافلة لنقل الأطفال إلى مترو الأنفاق
بحيث يتمكن طلاب المدارس الابتدائية من الذهاب إلى المدرسة دون الاتصال بالإنترنت. عمدة المدينة قال إنه تم إنشاء 60 فصلاً دراسياً في محطات مترو خاركيف قبل العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر، مما سيوفر مساحة لأكثر من 1000 طفل للدراسة شخصياً، إجراء قد يطول أمده في ثاني أكبر المدن الأوكرانية والتي كان تعدادها يزيد عن 1,400,000 نسمة قبل بدء العمليات الروسية في أوكرانيا في فبراير عام 2022، وتقع أجزاء من المدينة على بعد أقل من 20 كيلومتراً من الحدود الروسية، وتضررت ضواحيها الشمالية من القتال. قالت الرئاسة الروسية إن التحقيق في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة قائد مجموعة فاغنر إيفغيني بريغوجين يتضمن احتمال أن يكون هذا الحادث مدبراً. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه يجرى التحقق من روايات مختلفة بما في ذلك رواية أن يكون الحادث مدبراً. دعا بيسكوف إلى انتظار نتائج التحقيقات الروسية. أكدت مصر على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية. جاء هذا خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي. يضم السناتور لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ والسناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة أيضا إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس المصري وقيادات الكونغرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر. نظم صحفي بي بي سي بالقاهرة وقفة احتجاجية في اليوم العاشر من إضرابهم الثالث عن العمل احتجاجا على سياسات مالية وصفوها بالتمييزية، وطالب الصحفيون بزيادة رواتبهم بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم. أكد نقيب الصحفيين المصريين دخول صحفي بي بي سي في إضراب جديد في الرابع من سبتمبر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. دلوقتي وصلنا لنهاية الإضراب الثالث، واللي هو كنا بننتاج الخطوات التصعيدية خطوة بخطوة، مرة يوم ثم ثلاثة أيام ثم الآن 10 أيام كاملة. الحقيقة أنا إدارة، رغم شعور الزملاء بأن بتعنت وهي إدارة بي بي سي متعنتة، لكن هي تتراجع والزملاء بيخطوا خطوة كبيرة في إطار الحصول على حقوقهم والحفاظ على حقوقهم والحفاظ على قيم معلنة للـ بي سي هي تنتهكها الآن في مواجهة الإضراب الحالي. من يقف ليدافع عن قيم حرية الصحافة، من يقف ليدافع عن قيم حرية التعبير، من يقف ليدافع عن قيم العدالة هم الزملاء اللي بيقفوا دلوقتي معانا. الآن بي بي سي الآن تخرج لتناقض كل هذه المعايير، وأتمنى أن يعلو صوت عقل، لأن ما لحق بي بي سي في هذه الأزمة وهذا لم يستهدفه الزملاء كثير جدا أكبر من هذا التعنت. وهذه رسالة إليه، احنا معادنا في إضراب معلن موعده القادم. داخل الإضراب ده في خطوات كثيرة، من يعني الخطوات اللي احنا بدأناها بأن في مشهد النهاردة حصل وقفة ربما تتطور لما هو بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات التانية، ولا بد من مراجعتها بشكل أو بآخر. المواقف الأخرى التي تتعلق باتخاذ المواقف القانونية لابد من الاتفاق عليها، وهي مفتوحة على كل الاحتمالات. تنطلق أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مدينة بورت سودان السودانية في الرابع من شهر سبتمبر المقبل، ضمن أحدث خطوط النقل الوطني المصري لشركة مصر للطيران،
والتي سوف تسير رحلة يوميا بواقع 7 رحلات أسبوعيا، ويمكن لركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني في الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تأتي رحلة ضمن خطة تزويد الخطوط الجديدة لمصر للطيران لتسيير رحلات إلى العديد من الوجهات. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية. أوضحت مراسلتنا بأن تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، كما نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية تعرض آلية للاحتلال لتفجير بقنبلة أثناء عملية الاقتحام، ما أسفر عن إصابة جنديين من قوات الاحتلال. وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية قد أفادت باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة. وذكرت مراسلتنا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زعمت تنفيذ الشاب الفلسطيني لعملية طعن وسماع إطلاق أعيرة نارية. في حادث آخر، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافها مركبته جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال أطلقت عددا من الأعيرة النارية صوب المركبة، وذلك بالقرب من مستوطنة المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة المواطن. وأضافت أيضا المصادر أن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة العسكرية مغلقة وعززت تواجدها العسكري في المكان. ومن الآن فتنضم إلينا مراسلتنا من رام الله، مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء سلامين. ولاء، أهلا بك. إذن في خدمات إخبارية سابقة ذكرت بحادث استشهاد شاب، والآن ها نحن أمام حادث آخر، حدثينا عن ما حدث في هذه الواقعة. نتحدث الآن بما يجري على أرض الواقع في مدينة نابلس، عن ارتفاع عدد الإصابات ب 39 إصابة بالرصاص وغاز المسيل للدموع من قبل جيش الاحتلال خلال المواجهات المستمرة في محيط قدر يوسف شرق نابلس، فيما قامت قوات الاحتلال ب تعزيزات لنشر هذه التعزيزات العسكرية والآلية تمهيدا لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف. وقالت أن هناك 30 حافلة تقل المستوطنون تستعد مستوطنين عفوا تستعد للدخول إلى قبر يوسف بنابلس. وبعد ذلك كانت هناك اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وبين جنود الاحتلال، أسفرت هذه الاشتباكات وعن تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع، أصيب خلالها 3 جنود إسرائيليين بالانفجار في نابلس. وقامت يعني كانت هناك مروحية عسكرية قامت بإخلاء الجرحى إلى مستشفى. ولا ما الذي أجج الأحداث هكذا بعد استشهاد الشاب الأول منذ قرابة 3 ساعات من الآن؟ ما الذي حدث كي تشتعل الأحداث إلى هذه الدرجة ويتم أيضا استشهاد شاب آخر؟ نعم، عندما نتحدث عن توالي الأحداث، كان هناك عملية دهس كما ادعى جنود الاحتلال من قبل فلسطيني في مدينة الخليل، وبالتحديد في قرب ما تسمى مستوطنة حجاي المقام على أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل. تم استهداف هذا الشاب بأعيرة نارية ومن ثم نقل إلى المستشفيات الإسرائيلية للعلاج. وأيضا نتحدث عن إصابة مستوطن في هذه ما تسميها بعملية، لربما هي لم تكن عملية وإنما كانت هي يعني حادث سير. ونتحدث عن ما حدث في بيت حرينة أو في مدينة المحتلة حينما قام شاب بطعن مستوطن وتم يعني استشهاده على الفور بعد يعني إطلاق جنود الاحتلال النار عليه. الآن نتحدث عن اقتحام لجنود الاحتلال لحماية المستوطنين المقتحمين لقدر يوسف، هذا ما أجج الأوضاع في مدينة نابلس. الآن يعني قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس لتأمين اقتحامات المستوطنين. هذا يعني هذا كل اقتحام
المستوطنين، يكون هناك اهداف للآليات العسكرية المقتحمة في البداية ومن ثم للمستوطنين الذين يقتحمون قبر يوسف حسب ادعائهم بالصلاة وتألية الصلوات المودية هناك. الآن الهلال الأحمر يقول أن 39 إصابة قد أثبتت خلال هذه اللحظات من جنود الاحتلال عندما أطلق الأعيرة النارية وأيضا غزا بالدموع على الفلسطينيين، وأيضا اندلاع مواجهات باشتباكات مسلحة ما بين المقاومين وأيضا سلطات الاحتلال، والآن نتحدث عن اندلاع مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال. نعم، ماذا عن المسجد الأقصى أيضا ولاء؟ هل تبدو هناك نية أيضا من قوات الاحتلال ومن المستوطنين في اقتحام أو محاولة اقتحام المسجد الأقصى على غرار ما يحدث دائما في مثل هذه الحوادث؟ يعني الاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك هي متكررة، لم تنقص يعني يوما واحد أو نهار واحد عن الاقتحامات التي يعني كل يوم هناك اقتحام وهناك فترة صباحية يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. يوم أمس كان هناك اقتحام للمسجد الأقصى، 171 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى من باب السلسلة وأيضا باب المغارلة. نعم. يعني يقول المستوطنين وأيضا يقول الإسرائيليين أن هذا الباب مخصوص للاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ويؤدون طقوس وصلوات تلمودية على أبواب المسجد الأقصى وفي ساحات باحات المسجد الأقصى المبارك، مما يؤدي إلى اندلاع اشتباكات بالأيدي ما بين المصلين والمرابطين الفلسطينيين وما بين المستوطنين وبحماية وبرفقة جيش الاحتلال. نعم ولاء، إذن سنتابع معك المشهد مجددا فيما بعد. أشكرك شكرا جزيلا ولاء سلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي من رام الله. أفاد مراسلنا بسماع ذوي انفجارات بمحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب العاصمة الخرطوم، وكشف مراسلنا حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أعلن وزير الداخلية السوداني استعادة بيانات السجل المدني وأنظمة المرور بالكامل، وأفاد وزير الداخلية السوداني بأنه تمت سرقة 16 ألف سيارة من ولاية الخرطوم، مشيرا إلى توقف العمل في مراكز الخدمات والجوازات بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. أعلنت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، وذلك في أحدث تجاربها الصاروخية. ومن جانبها أعلنت بيونغ يانغ أن إطلاق الصاروخ جاء ردا على المناورات البحرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا اليابان وكوريا الجنوبية في المنطقة. الصواريخ الباليستية هي الرد الوحيد الذي تعبر به كوريا الشمالية عن وجودها، وهو ما يثير قلق دول جوارها. وزارة الدفاع اليابانية أعلنت مجددا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا بعد ساعات من كلمات زعيمهم كيم جونغ أون بمناسبة يوم البحرية، والذي دعا فيها إلى تعزيز القوة البحرية لبلاده، وندد بتعاون زعماء اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومحاصرة بلاده المستمرة بالمناورات ونشر أمريكا لأسلحة استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية. بالفعل الدول الثلاث أجرت مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي في المياه الدولية جنوب شبه الجزيرة الكورية، شاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة رادار إيجيس، رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ تجسس فضائي الأسبوع الماضي بالرغم من فشله. ومنذ شهر أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، حلق لأكثر من ساعة قبل أن يسقط قبالة المياه الإقليمية لليابان، وفسرته بيونغ يانغ أنه على سبيل الانتقام بسبب اقتحام طائرة تجسس أمريكية لأجواء كوريا الشمالية،
وبالرغم من نفي واشنطن لهذه الاتهامات وتأكيدها أن دورياتها العسكرية لا تخالف القانون الدولي، إلا أن مخاوفها الأمنية من اختبار كوريا الشمالية العام الماضي عددا قياسيا من الصواريخ البالستية القادرة على الوصول إلى أراضيها جعلها بالفعل تجري مناورات مشتركة بالقرب من بيونغ يانغ، ودائما ما تثير غضبها. لكل فعل رد فعل هو قانون بيونغ يانغ الدائم، والذي يكون سببا في تجاربها الصاروخية المرعبة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته تتعامل مع أزمة إعصار إيداليا الذي يضرب بعض الولايات الأمريكية، وقال بايدن الصحفي من البيت الأبيض إن الفرق على الأرض تعمل مع المسؤولين عن الإغاثة في ولايات فلوريدا، جورجيا، ساوث كارولينا، نورث كارولينا. كما أعلن أيضا بايدن أن الحكومة الفيدرالية سوف تخصص 95 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية في جزيرة ماوي بولاية هاواي التي تعرضت للدمار في وقت سابق جراء حرائق الغابات. انخفضت قوة الإعصار إيداليا إلى إعصار من الفئة الأولى، وذلك بعدما اشتد فوق خليج المكسيك في طريقه إلى ساحل الخليج بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أجبر السلطات على إجلاء السكان بالمناطق الساحلية المنخفضة. وتسبب الإعصار في أمطار غزيرة وفيضانات في فلوريدا ورياح بسرعة 130 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية رامي، يعني كيف هو الوضع على الأرض بالولايات المتأثرة بإعصار إيداليا؟ مرحبا، أريد فقط أن أنوه للخبر العاجل الذي وصل إلينا منذ قليل، وهو مقتل شخصين في ولاية فلوريدا جراء الإعصار إيداليا. حسب شرطة فلوريدا فإن هذه الحوادث حدثت على الطريق السريع أو أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا، وتقريبا كانت بسبب انزلاق سيارات هذين الشخصين بسبب المياه الغزيرة والفيضانات التي خلفها الإعصار نتيجة الأمطار الغزيرة وفيضان بعض الأنهار. أيضا الموقف الآن أنه إلى حد كبير نجحت تجارب الإخلاء بالأمس أو إجراءات الإخلاء بالأمس، الإخلاء الإجباري الذي تم في بعض المناطق في فلوريدا والذي ضربها الإعصار بقوة عندما كان بقوة الفئة الثالثة أول ما ضرب اليابسة في فلوريدا، ثم بدأ الإعصار يخف تدريجيا حتى وصل إلى الفئة الأولى، ولكنه لا يزال خطرا حتى الآن. لا تزال هناك أمطار غزيرة جدا في أنحاء كثيرة من فلوريدا، ودخلت الآن أيضا على ولاية جورجيا كذلك، وستصل حتما إلى ولايتي ساوث كارولينا ونورث كارولينا. هناك استعدادات الحقيقة جيدة بالنسبة للإدارة الأمريكية هذه المرة. يبدو أن بايدن وعد درس جيدا من حرائق الغابات في هاواي، والتي انتقد كثيرا على استجابته البطيئة واستجابة إدارته التي كانت أقل من المتوقع. هذه المرة الاستجابة كانت استباقية، كان هناك تنسيق بينها وبين حاكم الولاية ولاية فلوريدا روم دي سانتس، وتنحية كل الخصومات السياسية بينهما جانبا، وكانوا يتحدثون بشكل يومي حتى اليوم. هناك انتشار لفرق الإنقاذ، هناك أكثر من 1000 شخص أرسلتهم الإدارة الفيدرالية كما أرسلت. وما هي التحديات الرئيسية التي تواجههم، التي تواجه فرق الإغاثة؟ غزارة الأمطار في الحقيقة، الشوارع في فلوريدا أو بعض الشوارع في فلوريدا تحولت إلى أمطار، تحولت عفوا إلى أنهار بسبب غزارة الأمطار، مما يصعب حركة التنقل حتى لفرق الإنقاذ. البيوت حتى المرتفعة عن الأرض أيضا دخلت إليها المياه، فتخيلي كيف يكون الوضع في الشوارع. صعوبة الانتقال من مكان إلى آخر في المناطق المتضررة هو في الحقيقة التحدي الأكبر بالنسبة لفرق الإنقاذ. أضيف إلى ذلك أيضا انسداد بعض الطرق بسبب سقوط الأشجار نتيجة الرياح،
كذلك انقطاع خطوط الكهرباء وانقطاع أسلاك الهاتف، فمن يريد أن يتصل بالطوارئ يجد صعوبة في ذلك بسبب انقطاع الكهرباء أو نعم انقطاع اتضحت أسلاك الصورة. رامي كنت معنا من واشنطن، رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا. اقتصاديا، وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء وحدة بريكس بالمجلس، وتعنى ببحث ملفات التعاون مع دول التجمع، تضم أيضا الوحدة في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. وقد دعا تجمع بريكس مصر الانضمام لعضويته اعتبارا من يناير القادم، وذلك خلال اجتماعات القمة 15 للتجمع والتي عقدت مؤخرا في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأقل من التوقعات البالغة 2.4%. قالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام قد تراجعت إلى 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذكرت أن التراجع جاء أكبر من المتوقع، وذلك على خلفية ارتفاع الصادرات والطلب القوي من المصافي. وقد سجلت مخزونات النفط الخام أدنى مستوى لها منذ 30 من شهر ديسمبر الماضي، وقالت الإدارة إن الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام قد تراجعت أيضا بمقدار 586 ألف برميل يوميا. أعربت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو عن رغبة الشركات الأمريكية في العمل بالصين، كما ثمنت أيضا بعض التحركات للحكومة الصينية في مجال التعاون المشترك، ومنها فكرة تخصيص خط ساخن للتعامل مع المشكلات التجارية للشركات. لقد تمكنا من التوضيح أننا لا نستهدف الصين، نحن نستهدف سلوكا معينا، نحن نستهدف الإجراءات التي تقوض الأمن القومي الأمريكي. وأود أن أقول إن الشركات الأمريكية ترغب في العمل بالصين، ولكنها تحتاج إلى بيئة تنظيمية أكثر استقرارا. الحكومة الصينية اتخذت مؤخرا خطوات إيجابية. الصين طرحت أفكارا منها تخصيص خط ساخن للتعامل مع المشكلات التجارية للشركات، لكن علينا أن نرى إن كان الوضع على الأرض يتناسب مع الخطاب. We're targeting certain behavior. رياضيا، تفصلنا ساعة قليلة عن مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2023-2024، كما سيكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن المتواجين بجوائز الأفضل في الموسم الماضي. تأهل انترناشنال البرازيلي إلى نصف نهائي بطولة كوبا للأندية في أمريكا الجنوبية، وعبور انترناشنال جاء بفضل فوزه على أرضه بهدفين دون مقابل على فريق بوليفار بوليفي في إياب ربع نهائي. وقد دخل أصحاب الضيافة الموقع منتشين بفوزهم ذهابا بهدف لا شيء، ليعبروا للمربع الذهبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هدفا المباراة تكفل بهما الإكوادوري المخضرم إينر فالنسيا في الدقيقتين 10:59.
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي ضم المدافع الفرنسي بنجامين بافار من بايرن ميونخ بطل ألمانيا. ووفقا لتقارير صحفية إيطالية فإن الصفقة ستكلف خزينة إنتر حوالي 30 مليون يورو إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات. تخطى بافار الفحص الطبي بنجاح قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة التي قدمناها لحضراتكم من القاهرة الإخبارية. والآن إلى التذكرة بأهم العناوين. الإعلان عن بريسن جيما رئيسا للمرحلة الانتقالية بالجابون وفرض حظر تجوال بالبلاد حتى إشعار آخر. وزراء الدفاع الأوروبيون يبحثون خطة لدعم أوكرانيا عسكريا بقيمة 20 مليار دولار. تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة نابلس بالضفة الغربية. مشاهدينا، المزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net. يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 أفقي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.